مرحبا بكم في دورتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في الرياض، دورة تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس أثر التدريب وفق منهجية الدايكام. هذا البرنامج التدريبي نسعى فيه بإذن الله سبحانه وتعالى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين من القيادات الإدارية العليا ومنسوبي إدارة الموارد البشرية في مجال كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية وتطبيق منهجية الدايكام في تطوير أعمال المنظمات والوزارات. بلا شك بأن كل مرة عندما نوظف موظفين جدد أو حتى الموظفين السابقين نسعى دوما لتنمية مهاراتهم، نسعى دوما لعملية إكسابهم مهارات تجعل الإنتاجية عالية والفاعلية والكفاءة تتحقق مع هذا الأمر، ولذلك نسعى إلى معرفة ما هي فجوة الأداء الأساسية الموجودة لديهم وكيف نستطيع أن نقوم بعملية سدها. في هذا البرنامج نركز على منهجية فعالة تسمى منهجية الدايكام خلال 3 أيام تدريبية. هذا البرنامج التدريبي سيستمر فيها بمجموعة من ورش العمل، سنركز بإذن الله سبحانه وتعالى على كيفية إكساب المشارك بفاعلية مجموعة من المهارات لتساعده بإذن الله سبحانه وتعالى على القيادة الفاعلة لمنظمته. سنتعرف على منهجية الدايكام وكيف نستطيع أن نستفيد منها في تحليل الوظائف، وكيف تستطيع منها تستفاد منها بإذن الله سبحانه معرفة الموارد البشرية الموجودة لديك والاستفادة منها أفضل استفادة. سنتعرف على التنظيم الإداري وفق منهجية الدايكام وكيفية الاستفادة من هيكلة المنظمة بحيث تستطيع أن تحقق أهدافها. سنتعرف على تحليل وتوصيف الوظائف، حصر وتحليل الاحتياج التدريبي، تصميم المناهج التدريبية، تقويم قياس أثر التدريب، وعندنا أيضا كثير من ورش العمل والنقاشات التي تتخلل عملية التدريب. نركز في هذا البرنامج بشكل كبير جدا على تطبيقات نظام الموارد البشرية وفق مشروع الملك سلمان لإدارة الموارد البشرية الذي نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى تطبيقه بفاعلية وحكمة. كونوا معنا في البرنامج القادم.